مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة، نطالع في ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية الصادرة في أعدادها كل يوم عن التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد. نبدأ من التقرير الذي نشره الموقع بوست حول السفن الإيرانية المتواجدة في مياه العرب، وعنوان الموقع: ما وراء إرسال إيران سفنا حربية إلى خليج عدن؟ تقول التفاصيل. بالتزامن مع استمرارها في التصعيد الإعلامي تجاه التحالف العربي والحكومة الشرعية، أعلنت إيران عن إرسالها قطعا عسكرية بحرية إلى خليج عدن، وذكرت وسائل إعلام طهران أنها أرسلت إلى خليج عدن المجموعة 41 والمكونة من فرقاطة لوجستية ومدمرة بذريعة حماية السفن التجارية الإيرانية، وكذا تأمين خطوط الملاحة البحرية وفقا للقوانين الدولية. ويرى محللون استطلع موقع بوست آراءهم أن إيران تحاول استغلال القانون الدولي للتغطية على تحركاتها في المياه الإقليمية اليمنية وللحيلولة دون اعتراض التحالف العربي أو الحكومة اليمنية على ذلك التواجد، كما لم يستبعد إمكانية استخدام تلك السفن لتهريب الأسلحة للإنقلابيين في اليمن. ووفقا للموقع، تعد هذه رابعة مجموعة بحرية تصل إلى خليج عدن منذ بدء عاصفة الحزم في مارس عام 2015، وقد عادت مجموعتان في شهر مايو الماضي إلى إيران في عملية استبدال للقوات. موقع يمن مونيتور ننتقل إليه، ركز على أبرز العناوين والأخبار، منها: وفد الحوثي وصالح يطالبان الزياني بالإفراج عن أموال محتجزة في الخارج. ننتقل إلى عنوان آخر: انفجارات في مخزن أسلحة للجيش تهز مأرب شرقي اليمن. جاء أيضا قيادي بحزب صالح يزعم وجود محادثات سرية حول خطة دولية لإحلال السلام في اليمن. وفي الشأن السياسي جاء عنوان: المخلافي يقول رؤية الحكومة لإنهاء الانقلاب قدمت الكثير من التنازلات. في التفاصيل، قال عبد الملك المخلافي رئيس وفد الحكومة التفاوضي إن الوفد الحكومي قدم للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد كل الرؤى العملية والتنازلات لإنهاء الانقلاب ولعودة السلام لليمن. أهمية استعادة دور مجلس التعاون في اليمن، تحت هذا العنوان كتب نصر طه مصطفى مقالا منشور في مصدر أونلاين، وقال الكاتب: ليس جديدا الحديث عما يشكله اليمن من أهمية استراتيجية بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فهو حديقتها الخلفية وعمقها الاستراتيجي الجنوبي ومخزونها البشري الطبيعي والتلقائي غير المكلف، وهو امتدادها الاجتماعي بالقواسم المشتركة الكثيرة في العادات والتقاليد والثقافة والتاريخ، وهو السوق الاقتصادية القريبة والسهلة إليها، والبيئة البكر للاستثمار بكل أنواعه في حال تحسنت أحواله الاقتصادية والمعيشية بما يمتلكه من حيوية كبيرة لدى شعبه وتنوع هائل في المناخ والبيئة الجغرافية والإمكانات المتاحة للاستثمار في شتى المجالات زراعيا وصناعيا وسياحيا وسمكيا وغير ذلك من المجالات المتنوعة. هذا البلد الجار لم يعرف طعم الاستقرار إلا في فترات محدودة من تاريخه المعاصر لأسباب كثيرة تتحمل معظمها الأنظمة المتعاقبة التي حكمته، سواء في عهدي الإمامة شمالا والاستعمار البريطاني جنوبا، ثم في العهد الجمهوري التشطيري بسبب صراعات الحرب الباردة التي كان أحد ساحاتها، ثم في عهد ما بعد الوحدة خصوصا بعد تكريس سلطة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وانفراده بالحكم بعد إقصاء شركائه. كل ذلك أدى إلى انفجار الحراك الجنوبي في وجهه في العام 2007، وتبعته ثورة الشباب في مطلع العام 2011 ضمن موجة انتفاضات الربيع العربي حينها، وفتحت هذه الثورة الباب على مصراعيه لمجلس التعاون الخليجي لاستعادة دوره الحيوي في اليمن عبر مبادرته التي تبناها وبلورها بعد القبول الكبير لها من طرفي الصراع. مشاهدين إلى موقع عدن تايم، والذي تابع العديد من الموضوعات المحلية، وعنوان: القبض على انتحاري حاول تفجير نفسه في ميناء المكلا. ويقول الموقع: ألقت قوات النخبة وحراسات ميناء المكلا في منطقة خلف
خلف القبض على انتحاري حاول تفجير نفسه في الميناء. وبحسب مصادر مطلعة فإن رجال الأمن حالوا دون ذلك وتمت معرفته قبل وقوع الكارثة وإلقاء القبض عليه. ومن العناوين التي جاءت: ميليشيا الحوثي والمخلوع تفشل باختراق جبهة كرش وتستهدف المدنيين. عنوان آخر من عدن: مقتل محاسب مركز المرأة للبحوث في جامعة عدن وأهالي مناطق الواحد يدينون الجريمة. إلى موقع مصدر أونلاين: خفر السواحل وبحرية التحالف يحبطان محاولة تهريب لانش بحري من ميناء عدن. في تفاصيل الخبر: أحبطت شرطة خفر السواحل اليمنية في مدينة عدن بالتنسيق مع بحرية قوات التحالف العربي محاولة تهريب لانش بحري تاج نور عدن التابع لمصفات المدينة. وكانت الناقلة البحرية الصغيرة وهي اللانش تقوم بإدخال السفن المحملة بالوقود إلى ميناء الزيت بالبريقة، وواحد من أهم اللانشات البحرية الأساسية المملوكة للدولة. قال مسؤولون في الميناء للمصدر أونلاين إن الطاقم المشغل للناقلة وهو سريلانكي الجنسية حاول الهروب باللانش إلى جهة غير معلومة لكنه فشل عقب تمكن قوات خفر السواحل من ضبطه على بعد 40 ميلا بحريا على الأقل من شواطئ عدن. وأضافوا أن التحقيقات الأولية مع طاقم البحارة والمكون من 6 أفراد كشفت تورط مسؤولين ونافذين محاولة تهريبه بهدف تعطيل العمل في ميناء الزيت وإدخال السفن. عنوان آخر: تقرير يومي، الحوثيون يرتكبون 109 خرقا للهدنة الهشة في عدد من محافظات البلاد. أيضا عنوان عن بريطانيا تقول بأنه من الواجب التوصل لحل سياسي في اليمن واستعادة الشرعية. العبور إلى دولة الشعب، تحت هذا العنوان كتب سام أبو إصبع مقاله المنشور في الاشتراك نت. وقال الكاتب: فتحت ثورة فبراير الشعبية في العام 2011 بابا واسعا للمستقبل، ولكن النظام وبمساندة إقليمية وبأخطاء بعض ممن تسلقوها جاهداً لإغلاق ذلك الباب، حيث ألقى صالح بثقل سنوات طويلة من السلطة والاستبداد وبشبكات هائلة من المحسوبيات ولوب الفساد ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والزعامات الاجتماعية من أعضاء مجالس النواب والشورى والمحليات وتنظيمات كالقاعدة والحوثيين وطوابير من القتلة وقطاع الطرق التي حرص عليها ورعاها تحسباً لمثل هذا اليوم، إضافة إلى ثقوبه السوداء التي زرعها في أجساد أحزاب معارضة ليقذف بكل ذلك الخليط البائس والمتفجر في وجه الثورة لمنع مرور الشعب إلى دولة الشعب عبر بابها الكبير، واضعاً إياه أمام خيار القبول باستبداده أو الموت في فوضى الحروب الأهلية. وحقيقة فقد استطاع الدكتاتور العجوز إعاقة ذلك السيل الثوري المتدفق بشرا وأحلاما وآمالا عظام عبر العبور وتأخيره على الأقل حتى الآن. وكان لذلك المنع والتأخير في عبور اليمنيين إلى دولتهم محمولين بثورة شعبية أن أوقع شرائح واسعة من الجماهير في فخ اليأس من التغيير، والذي فتح بدوره الباب أمام الحركات الرجعية التي تنعق ليل نهار في عدم جدوى الأحزاب والتحزب، متقدمة بنماذجها الرجعية البائسة والمغيلة في التحالف على أنها حلول ناجعة لمشاكل المجتمع. وكلما تأخر التغيير كلما تغلغلت الرجعيات الفاشية، ولا بديل لإيقافها سوى استعادة الثورة الشعبية على أن تمتلك تنظيمها الشعبي الثوري. صحيح أن الثورة اليوم تبدو أضعف من أي وقت مضى وغير قادرة على الانتصار، لكنها في مقابل ذلك أقوى من أن تنهزم. مشاهدين موقع صحوانت تابع إحدى الموضوعات وعنوان: حركة طلابية تنفذ وقفة احتجاجية أمام جامعة صنعاء. ويقول الموقع: نفذت حركة ستوب الطلابية وقفة احتجاجية أمام بوابة جامعة صنعاء القديمة منددة بالتفجير الذي حدث في كلية الآداب الثلاثاء الماضي.
والذي سقط على إثره قتيل وعدد من الجرحى. وفي بيان للوقفة: استنكر طلاب وطالبات جامعة صنعاء الصمت المخزي من قبل رئاسة الجامعة والمعنيين بالأمر وعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة، كما طالبوهم بفرض حراسة مدنية لحماية أمن الجامعة وبإخراج جميع مسلحي الحوثي منها. وفي الوقفة رددت المحتجات عددا من الشعارات والهتافات الرافضة لتواجد الميليشيا والداعية لحفظ أمن وسلامة الطلاب. وقبل أن نطالع أهم ما تقوله الصحافة العربية هذه المرة في أعدادها الصادرة اليوم، سنذهب إلى فاصل قصير كالمعتاد، فابقوا معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا، نذهب لمطالعة الصحف العربية. نبدأ من صحيفة السياسة الكويتية، عنونت: الحوثيون يغرقون شوارع صنعاء بالمسلحين وسط مخاوف من ثورة الجياع. تقول الصحيفة الكويتية: وسط ترقب ومخاوف شديدة من اندلاع ثورة الجياع، نشرت ميليشيات الحوثي أعدادا هائلة من مسلحيها والقوات العسكرية الموالية لها في شوارع صنعاء. وقالت مصادر أن الميليشيات نصبت حواجز أمنية كثيرة ونقاط تفتيش في عدد من شوارع المدينة، وشرعت في تفتيش الأهالي، إضافة إلى إغلاق الشوارع المؤدية إلى السفارة الأمريكية شمال شرق صنعاء. وأضافت أن هذا الانتشار جاء بسبب تصاعد الخلافات الداخلية بين الميليشيات، إضافة لتزايد المخاوف من انفجار الموقف داخل صنعاء على خلفية تحميل اليمنيين ميليشيات الحوثي المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية. إلى صحيفة عكاظ السعودية، تابعت المفاوضات اليمنية وقالت أن مصادر أكدت وصول أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني إلى الكويت، والتقى مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ ومسؤولين كويتيين ووفد الحكومة اليمنية. وأفادت المصادر لعكاظ أن الجهود الخليجية مستمرة لإنجاح مشاورات السلام رغم العراقيل التي يضعها وفد الميليشيات ومحاولاته التهرب من التزاماته، مشيرة إلى أن وفد الحكومة اليمنية سلم قائمة ب707 أسير ومختطفين لدى الميليشيات، ليرتفع بذلك عدد الأسماء إلى 3337 اسما. مبينة أيضا بأنها تنتظر ردودا فيما يتعلق بالإفراج عن مجموعة من المحتجزين قبل حلول شهر رمضان. صحيفة العرب الجديد جاء فيها قتلى وتبادل أسرى في تعز، وولد الشيخ يلتقي وفد الحكومة في الكويت. تقول العرب الجديد: قتل 3 مدنيين وأصيب آخرون جراء قصف من مسلح جماعة الحوثي وحلفائهم في مدينة تعز بالتزامن مع تبادل للأسرى في المدينة. تتابع الصحيفة فيما نقلت: عقدت لجنة الأسرى والمعتقلين في مشاورات السلام في الكويت اجتماعا للاستماع لملاحظات الطرفين حول القوائم بالتزامن مع جلسة منفصلة عقدها المبعوث الأممي في الوفد الحكومي. وأوضحت مصادر في المقاومة بمحافظة تعز للعرب الجديد أن الضحايا سقطوا بحوادث قصف متفرقة من قبل الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع علي صالح، أبرزها استهداف منطقة حوض الأشراف بقذيفة كاتيوشا نتج عنها مقتل طفل وإصابة 4 آخرين. أوضحت مصادر في المقاومة للعرب الجديد بشأن عملية تبادل الأسرى بين المقاومة والحوثيين أن العملية شملت مبادلة ل16 أسيرا من المقاومة مقابل إطلاق سراح 19 أسيرا من الحوثيين، وجرت المبادلة بوساطة من الصليب الأحمر في المدينة. رسالة إلى يزن تحت هذا العنوان، كتب ماجد عبد الهادي مقالا ونشره في العرب الجديد، وقال الكاتب: كم من أب وكم من أم في سوريا والعراق وفلسطين ومصر واليمن أمضوا العمر يكدون في انتظار لحظة يرون فيها أبنائهم وقد غادروا الطفولة ودخلوا مرحلة الإسهام في معترك الحياة، فحدث أن عصف بهم معا برميل متفجر أو قتلهم صاروخ سكود أو مزقتهم سيارة مفخخة، ناهيك عن اقتياد كثيرين منهم على أيدي جلادي أجهزة الأمن ليلفظوا أنفاسهم
أو يتعفن تحت التعذيب في سجون الطغاة وسوق آخرين على أيدي القتلة القادمين من كهوف التاريخ لذبحهم كالخراف وتقطيع جثثهم وحرقهم أحياء وموتى تحت شعارات الثأر لله من الكفار والمرتدين حيناً والانتقام لنسل رسوله أحياناً أخرى. يحدث اليوم مثلاً وبالتزامن مع اللحظة التي تلقيت فيها بشرى شخصية بتخرج ابني من الجامعة أن يقع عشرات الألوف من الآباء والأمهات والأبناء بين نارين في مدينة الفلوجة العراقية، وأن يجدوا أنفسهم أمام إكراهات الموت تشظياً بوابل القصف الجوي والمدفعي المحمول على مزاعم محاربة الإرهاب أو ذبحاً بسكاكين أمراء التطهير المذهبي على جانبي جبهات القتال، كما يحدث أيضاً أن يقف عشرات الألوف من السوريين أمام إكراهات مروعة ليس أقلها الموت جوعاً، وكلها قد تختلف شكلاً عما يتعرض له العراقيون بقدر ما تتلاقى معه جوهرياً من حيث وحشيته الخارجة عن القيم الإنسانية. وربما يكون من أبشع معاني المذبحة المستمرة التي نتعرض لها شعوباً وقبائل منذ سنين عدة أن مرتكبيها يزيفون حقائقها فيصدقهم العالم الذي يسمي نفسه بالحر ويتواطؤ مع جرائمهم إن لم يشاركهم ارتكابها. فنرى الجنرال قاسم سليماني وهو المسمى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني يقود حرب التوسع الفارسي في العراق وسوريا بجيوش من أبنائها المسحورين بالصراع المذهبي، ولا يستشعر أي حرج إذ يندد بالتدخل الخارجي لكأنه ابن بغداد أو دمشق، كما لا يستشعر أي حرج إذ يشتم أمريكا ومؤامرتها بينما طائراتها تؤمن الغطاء الجوي لمعارك. إلى البيان الإماراتي، تلك الصحيفة عنونت عن محادثات اليمن وقالت إنها تبحث عن ضمانات لتنفيذ الحلول. قالت الصحيفة في التفاصيل: أكد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أهمية التوصل إلى ركائز للحل الشامل للأزمة في اليمن، وأكد أيضا ضرورة بلورة ضمانات لتنفيذ الحلول والمقترحات التي يتم التوصل إليها في الكويت. وفي وقت تقدم لجنة الأسرى الإفادات الأولية حول الأسماء التي وردت في الكشوف التي تم تبادلها فيما يتعلق بالإفراج عن مجموعة من المحتجزين قبل حلول شهر رمضان، فيما قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن وجهة النظر البريطانية تتطابق تماما مع الرؤية الخليجية حول اليمن وآلية الحل. إلى صحيفة الخليج، عنونت في الشأن السياسي: قوات الجيش والمقاومة تتقدم شرقية صنعاء. تقول التفاصيل عن مصادر عسكرية مطلعة أن أعدادا كبيرة من رجال القبائل في مديرية نهم التحقت بقوات الشرعية والمقاومة، مشيرة إلى أن الجيش والمقاومة تمكنا من إحباط محاولة للإنقلابيين للتسلل إلى منطقة حريب التي حررت بشكل كامل منهم. وأشارت المصادر للخليج: قوات الشرعية بدعم من المقاومة وقوات التحالف العربي استطاعت التقدم بثبات في اتجاه منطقة نقيل حريب المطلة على مديرية بني حشيش شرق صنعاء. واعتبرت المصادر أن الجيش الوطني والمقاومة بصدد استكمال السيطرة على كامل محيط البوابة الشرقية لصنعاء، وهو ما سيعزز الوضع الميداني لقوات الشرعية في حال اضطرت لاعتماد خيار الحسم العسكري جراء فشل مفاوضات الكويت. جاء أيضا في العناوين: 109 خرقا للهدنة في 7 محافظات. عنوان آخر: مقتل 99 شخصا بنيران الحوثيين منذ بدء الهدنة في تعز. إلى صحيفة الشرق الأوسط، تابعت الوضع الأمني في عدن وعنونت الصحيفة: جماعة مسلحة تعتدي على كليات جامعة عدن وتغلق أبوابها. وقالت الصحيفة إن هذه الكليات تضم نحو 40,000 طالب في 23 كلية داخل 5 محافظات جنوبية. وجاء في الصحيفة أن جماعة مسلحة أقدمت على إغلاق كليات في جامعة عدن: الهندسة، الحقوق، الاقتصاد، العلوم الإدارية، وأيضا الاعتداء على عميد كلية الحقوق الدكتور محمد صالح محسن وتحطيم سيارته وإطلاق النار على مبنى الكلية. وقال العميد عميد كلية الحقوق الدكتور محمد صالح محسن للشرق الأوسط:
فوجئ صباح أول من أمس بجماعة تهاجم مبنى الكلية الكائن في مدينة الشعب شمال عدن، ومن ثم شرعت بإطلاق النار ناحية المكان الذي وصل إليه قبل قدوم طلاب الكلية. وأوضح العميد المعين حديثا أنه عند خروجه إلى الجماعة فوجئ إلى الجامعة فوجئ بمطالبة هؤلاء بإغلاق الكلية احتجاجا منهم على انطفاءات الكهرباء، ورغم محاولته تبرير الأمر للجماعة المسلحة باعتبار أن أزمة الكهرباء تعاني منها الكلية وجامعة عدن على حد سواء، فإنهم استمروا بأفعالهم إذ قام أحدهم بتهشيم زجاج سيارته الخاصة بعقب بندقيته. وبهذا القدر من الصحافة العربية نكون قد وصلنا إلى الختام لكشك الصحافة، وأراكم على خير، والآن نشاهد سويا الكاريكاتير.